تحفظ حق التونسي في تقرير المصير والمسار، ولكنها أيضا تضع مسؤولية جسيمة في تحديد الاختيار وفي البدء لحظات من زمن ليس بعيد، حين كانت تونس تعيش في قلب العاصفة، عاصفة سياسية عاتية أودت بثقة الشعب في مؤسساته، تركت البلاد في دوامة من الفوضى والصراعات. تحت قبة البرلمان حيث كان من المفترض أن يصاغ مستقبل الوطن، تحولت الجلسات إلى مسرح للصراع، تشذبات حادة وصراعات بلا هواده بين الرئاسة والحكومات المتتالية والبرلمان، أبعدت السياسة عن جوهرها، أغرقت البلاد في شلل مؤسساتي تام. حيث كان يفترض أن تحترم الديمقراطية سادت الفوضى، وعمت الفوضى حتى في دواليب الدولة، فوضى عارمة ومشاهد فضيحة في تاريخ شعب بلغت حتى التناثر الدمائي والتلاكمي، ووصلت إلى مراحل التحريض والتشويه والتكفير والاغتيال.